شراكة دولية واسعة بتشهد مدينة السلام المدينة الخضراء مدينة شرم الشيخ المؤتمر الأهم والأكبر على مستوى مؤتمرات وقمم المناخ الدولية. بنشهد مؤتمر COP27 لتغير المناخ، هذا المؤتمر الذي يحتل أهمية وخصوصية كبيرة خلال هذه الدورة 27 والتي تستضيفها وترأسها مصر لأنها ستكون قمة التنفيذ. للحديث حول أهمية هذا المؤتمر ورمزية اختيار مدينة شرم الشيخ وأيضا الجهود المصرية الكثيفة والتي جعلت من كل مؤسسات الدولة خلية نحل حتى يظهر هذا المؤتمر بهذا الشكل المشرف الذي يليق باسم وحضارة وتاريخ مصر، يشرفنا على شاشة القناة الأولى بالتلفزيون المصري الدكتور محمود محي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر COP27. أهلا بحضرتك دكتور محمود. أهلا وسهلا بحضرتك ومتشرف بهذه الدعوة والاستضافة الكريمة للقاء السادة المشاهدين عن طريقكم. أهلا بحضرتك دكتور محمود. الحقيقة حالة من الزخم الدولي التي تشهدها مدينة شرم الشيخ باستضافة هذا المؤتمر، وزي ما ذكرت في البداية أن كل مؤسسات الدولة الحقيقة بتعمل كخلية نحل منذ أن تم أنه إعلان أن مصر هي اللي هتستضيف وهترأس هذا المؤتمر. كيف رأيت هذا التنسيق بين كل مؤسسات الدولة والمبادرات المختلفة والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ التي أطلقتها الدولة المصرية؟ هو هذا العمل الذي يعني نشهد ثماره الأولى في إطار هذا الحدث العالمي الكبير، مشاركة دولية واسعة زي ما حضرتك شفت امبارح من قيادات الدول المختلفة، المشاركة من القطاع الخاص، مؤسسات المجتمع المدني، رواد الفكر والعمل الاقتصادي والتنموي بمشاركة كبيرة. ده ما كانش هيحدث إلا بهذا العمل والتنسيق على مدار الشهور الماضية بكثافة بإشراف مباشر من رئاسة الجمهورية من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهذه اللجنة الوطنية اللي حضرتك أشرت لأعمالها التي رأسها سيد رئيس مجلس الوزراء، وعمل وزير الخارجية كرئيس للقمة ومعه المنسقة للقمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة. ولكن أيضا هناك جنود كثيرة وراء هذا العمل الضخم، بعضهم أعضاء في اللجنة الوطنية، نعم، والبعض الآخر مشاركين من خلال كل مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص. صحيح. التي أقوم كرائد للمناخ بالتنسيق لها ليس فقط على مستوى مصر ولكن على المستوى العالمي. نعم، وفي إطار ذلك حضرتك يا فندم رئيس لجنة التحكيم للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، نتعرف على هذه المشروعات وأهميتها من حضرتك، وأيضا كيف أنه سوف يتم تحويلها إلى مبادرة دولية تتبناها أيضا الأمم المتحدة. وفي بعض المبادرات تبنتها الرئاسة المصرية لقمة المناخ تعتبر غير مسبوقة من ناحية، وأنها سوف تظل معنا لفترة طويلة في المستقبل. واحدة منها هذه المبادرة، نعم، اللي حضرتك ذكرتيها تحت رعاية رئيس الجمهورية، وكان في منذ عدة أيام يعني حدث مهم شرفه بالحضور دولة رئيس مجلس الوزراء وكل السادة المحافظين، نعم، 27 محافظ من الجمهورية حضر، وأيضا ممثلين عن الشركات والمشروعات والمبادرات الفائزة، أكثر من 6200 مشروع ومبادرة تقدموا لها، والفائز منها 27 على مستوى المحافظات و18 على مستوى الجمهورية في 6 مجالات: المشروعات الكبرى، المشروعات المتوسطة، المشروعات صغيرة الحجم المرتبطة بمبادرة حياة كريمة، مشروعات تقودها وتديرها المرأة، شركات ومشروعات ناشئة بيتولاها الشباب، وأيضا عدد من مبادرات اللي ترتبط بالتنمية المحلية والمجتمع المحلي. يعني شايف حضرتك التنوع القطاعي والتنوع على مستوى المحافظات بمعيارين أن تكون هذه المشروعات قادرة على أنها تعدي من قواعد ومعايير دولية باعتبارها يعني خضراء متوافقة مع اتفاق باريس، متوافقة مع معايير البيئة، وذكية باعتبار أنها جزء من العمل الهام اللي بيتم في بلدنا للتحول الرقمي. وهناك عدد من الشركاء الدوليين بما في ذلك الأمم المتحدة وعدد من الشركات الكبرى العالمية والمنظمات الدولية، وبنسعى إن في خلال هذه القمة إن هيكون ده واحدة من الأمور اللي يتم أخذها في الاعتبار عندما يتم الإعداد لقمم المناخ حتى يكون لها عائد على المواطن وعلى الشركات وعلى المبادرات المحلية. نعم،
هذه المبادرة وغيرها من المبادرات الوطنية التي تتم دكتور محمود هي محاولة حثيثة على أرض الواقع من قبل الحكومة المصرية للحفاظ على البيئة ولمواجهة الأثار السلبية للتغير المناخي. وربما مدينة شرم الشيخ هي نموذج الحقيقة أمام العالم بأسره، أنها تحولت إلى مدينة خضراء وبتعتمد على الطاقة النظيفة. بنشوف الطاقة الشمسية اللي بيتم الاعتماد عليها والحافلات اللي بتعتمد أيضا على الغاز الطبيعي. إلى أي مدى يمكن أن يتم تعميم ذلك بشكل كامل في مختلف أنحاء الجمهورية من ناحية، وكذلك أيضا أن كل دول العالم تطلع على هذا النموذج الملهم لكي تعمل من خلاله على التنفيذ الفعلي للوقاية من هذه الأثار الضارة والحد من الأثار الضارة للتغير المناخي؟ يعني أولا بالنسبة لمجال الاستضافة، هذا العمل الكبير والاستثمارات إن شاء الله الباقية لتضع بقوة وبمزيد من الإنارة على خريطة السياحة والاستثمار العالمي مدينة شرم الشيخ ومصر، يعني أتت بثمارها اللي أنا ممكن ألخصها لك بكلمتين استمعت لهم صباح اليوم من بعض الشباب المشارك المصري. يعني أنا بشعر بالفخر بأنه هذا يحدث على أرض بلدي من الشباب المشاركين، من الشباب الموجودين من أفريقيا ومن أوروبا قالوا أنهم يشعروا بالانبهار والسعادة لأن فاقت التوقعات، خاصة من الشباب الذي اعتاد المشاركة على مدار السنتين أو الثلاثة الماضية. صحيح. فليست هذه أول قمة بيشاركوا فيها، بيقارنوا ما حدث في مصر. نعم. بقمة من سابقة، طبعا كل دولة مع تقدير لها بتعمل ما تستطيع، ولكن الحمد لله ربنا حبانا بموقع متميز وبالجهد البشري أيضا الذي استفاد من هذا الموقع بتجميل المكان بازدياد اخضراره بعدد من المعايير التي وضعت. هنا تعتبر المدينة مدينة نموذجية. وهنرجع بقى لشرم الشيخ فيما ما لا يقل أهمية، ما هو الأهم إيه اللي هيرجع علينا بعد ذلك؟ هل هناك مزيد من التمويل؟ التعهدات الخاصة بالتكيف ماذا سوف يحدث لها؟ الأمور الخاصة بتخفيض الاعتماد على المديونية في تمويل مشروعات المناخ والتنمية، الموضوعات الخاصة بإخراج لأول مرة سوق للكربون متكامل للدول الإفريقية، كل هذه مبادرات مرتبطة بقمة شرم الشيخ ويرجع لها بعد ذلك للمتابعة، لأن واحدة من الأمور اللي أكد عليها حتى سيادة الرئيس أن لدينا ما يكفي من التعهدات والالتزامات، ولكن الآن حان وقت التنفيذ. واللي حضرتك بتشوفيه حولنا هنا أنه كل حاجة مرتبطة بفكرة أن التغير المناخي مرتبط بالأساس على هذه المسألة، هل نحن نتشارك بالفعل من أجل التنفيذ؟ نعم. قطاع حكومي مع قطاع خاص، مؤسسات دولية مع مؤسسات محلية. نعم. أين التمويل الكافي؟ أين العون الفني للمبادرات المختلفة؟ نعم هناك بعض التمويل ولكنه لا يكفي، وهنا هي مسألة دفع لهذا التمويل قدما. نعم. طيب سؤالي برضو لحضرتك دكتور محمود فيما يتعلق بمبادرة الشرق الأوسط الأخضر. هذه القمة المهمة اللي السيد الرئيس حضرها. أيوه. وهي بتؤكد على مدى المشاركة اللي حضرتك ذكرتها بين الدول بشكل خاص طبعا العربية في مجال طبعا مواجهة الأثار السلبية للتغير المناخي. تمام. يعني احنا شفنا الإعلان عن هذه المبادرة من جانب الأشقاء من المملكة العربية السعودية ومن سمو ولي العهد وعدد كبير جدا من المشاركين من دول المنطقة في هذه المبادرة. نعم. العمل المناخي لا يتوقف عند مبادرة على المستوى المحلي فقط. هذه المبادرة الإقليمية التي بها عدة أطر ومحاور للتمويل والاستثمار وللتعامل مع التنوع البيئي والمجالات الخاصة بتنمية وتربية الكوادر إقليميا، ده شيء مهم أنها تأتي بمشروعات تخفض أيضا من انبعاثات الكربونية إما بشكل مباشر أو من خلال الاستثمار في المزروعات التي تمتص الكربون. الحاجة الأخرى أنه ودي واحدة من الأبعاد الإقليمية اللي أكدت عليها شرم الشيخ، أنه العمل محلي ووطني نعم ولكن له بعد إقليمي، وهذا كله يجمع في النهاية للبعد العالمي. بدلا من التعامل مع هذه القضية باعتبارها قضية فوقية تؤثر على القاعدة، لا، احنا بنتكلم على زخم يبدأ من القاعدة وينتشر بمشيئة الله، خاصة إذا مرتبطة باستثمار وفرص عمل وتمويل. نعم. سؤالي الأخير عن النقطة المهمة جدا اللي ذكرها السيد الرئيس وهي التمويل، إنه التمويل هي الآلية الرئيسية للتنفيذ على أرض الواقع لمواجهة كل ما حدث من أثار سلبية للتغير المناخي. التمويل له أبعاد كثيرة، المائة مليار من أيام كوبنهاجن غير كافية،
نحتاجها وعمرها ما دفعت بالكامل، لكن نحتاجها للاستمرار للبناء عليها. التمويل المطلوب على الأقل 10 أمثال هذا الرقم. الاعتماد على المديونية يجب أن يقل. عالميا هناك اعتماد بأكثر من 60% على أدوات للدين لتمويل العمل المناخي، هذا يجب أن يتغير لتمويل طويل المدى واستثمارات. الأمر الآخر، ذكرت لحضرتك مبادرة الكربون، سوق الكربون، وفي عمل مهم بيتعمل في مصر من خلال هيئة الرقابة المالية في هذا الشأن. أيضا بالنسبة لآليات تخفيض الديون من خلال تحويل المديونيات لاستثمارات في العمل المناخي في الطبيعة وفي تغيرات المناخ. يضاف إلى ذلك عمل مهم هنتابعه حالا فيما يرتبط بالتمويلات الجديدة في السندات المختلفة التي توجه للعمل المناخي. حضرتك سمعت على السندات الخضراء والزرقاء، ما هي معايير إصدارها؟ هل هي بالفعل تؤثر إيجابا كما نطلب أن تكون، ولا هي نوع من أنواع الغسل الأخضر؟ وما هي المعايير التي يجب أن نستبشر بها في هذا الموضوع؟ أشكرك شكرا جزيلا. شكرا جزيلا دكتور محمود محي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر كوب 27. شرفتنا يا فندم على شاشة التلفزيون. شكرا جزيلا. ألف شكر. شكرا جزيلا.